السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي حسن انت فين مخبي؟ مخبي تحت المخبي. الحمد لله لاباس عليك. الحمد لله. صحاك وشي مزيان؟ كومونتي عليا. الحمد لله. بلاد احبابتنا صباح الخير عليكم، نهاركم مبارك مسعود، كي دايرين بخير يعني كلشي مزيان. اليوم عاوتاني جينا وجبنا معنا شي حاجه ثاني مخبيه، شي حاجه ثاني بالضبط، شي حاجه زوينه بزاف، والثمن اخويا نور الدين راه غيكون ثمن واعر بزاف. هذا اخويا نور الدين واحد بروكار ديال ايطالي، شي حاجه زوينه، تيكستور ديالو واعره بزاف، داخل فيها الشونطون، داخل فيها الخيط، لي كولور ما شاء الله، شي حاجه زوينه بزاف. الزواقة راه راقية. بالنسبة للاباز ديال التوب والدار ديال التوب، توب بيان فيني، خدمة إليغونز، تسمى شي حاجة دي توب في الخدمة في كلشي. لودو ديالو كله بالسقلين فيني بالسقلي. والغريب في الأمر أن هاد الثمن ديال أخويا نور الدين، حنا كيما العادة ثاني ماشي غادي نبازيو على الشكل ديالو باش نهزو في لافالوغ ديال الثمن، مي الثمن ديالو كاجتهاد منا وداكشي كنطيحو الثمن كيما كنقولو على حساب القدرة الشرائية ديالنا كلشي. علاش؟ حيت هاد الارتيكل هذا كون جاب باغ اكزومبل في شهر 6 ولا شهر 7 راه غتسمعي واحد 800 ولا 900 درهم. حنا دابا عرفتي كاتب لي بزروب على الثمن، كاتب لي بزروب على الثمن. عرفتي ثاني ملي سبق الثمن عرفت انت علاش كاتب لي بزروب على الثمن، عرفت كويس. لا ولا تا غنساعدي دابا، دابا راك عارف دابا الناس اللي غيتزوجوا دابا راه تسناو حتى سنه الصيف فهمتيني، والدجاج ما بغا يرخص فهمتيني، ما بغاش يرخص الدجاج. المهم حتى ان حنايا نرخصوا في هذا الخير هذا دابا على حسب كما كنقولوا الظروف ديال الطقم الدراسي وشحال من حاجه وهذه وهذه. بالنسبه للتويب هذا اخويا نور الدين عندي في واحد شي 16 بياسه تقريبا، هذه ما غنخلطهاش مع السلعه الاولى، هذه السلعه بوحدها واللي كنا دوزنا راه بوحدها. هذا اخويا نور الدين بلا ما نطولوا عليكم، هذا قفيطين شي حاجه متوله، كيمونو لبسه جلابه هذا الحضور، غتجيك ب 400 درهم التويب ديالو، واعر 400 درهم 8000 ريال اخويا نور الدين. ما كاينش الخير ب 400 درهم السي حسن. هذا الوان ديالو الزواقه ديالو غاليه ب 400 درهم اخويا نور الدين. حنا ما عندناش اشكاليه في هذه الشهاده، حنا مره اخرى ان شاء الله الا ما ربحناش دابا حنا نربحو مره اخرى ان شاء الله. بالنسبه لهذا انا راه حطيته بوحدو، اللي بغا تبطنو باغ اكزومبل دير ليه تبطين ولا شي حاجه راه تعاود ثاني اتصل بيا وداك الشيء ونروم ليها تبطين الا بغات، ما بغاتش راه تاخذو بوحدو والثمن راه ب 400 درهم. هذا الشكل هذا اخويا نور الدين عندي في هذا اللوين هذا، اللهم بارك اخويا نور الدين. شي اللوينات كي دايرين، واش هذا غنقول لك ريكوكولي ديال 400 درهم، شو لاباس ديالو كي داير اخويا نور الدين، شو باش نخدم. وهذا ديرو قفطان، هذا الداخل ديالو راه هذا الداخل غيجيك قفطان، وهذا لودو ديالو غيبان لك بحال الا مبطان بحال هكا، غيجي غيجيك بحال الشكل ديالو بحال الا مبطن بحال هكا. بغيتي تخدمي هكا راه عندك قفطان شي حاجه زوينه بزاف، واللوينات والزواقه ديالو راه ما شاء الرحمن تويب راه ما سخونش، واخا كيبان لك في الاول ديال واحد شويه ديال الوقيفيه حيت الشونطون، مي من بعد ما تضرب لا فابور كتجي التكستور ديالو نازله، وما شاء الله اللوين معتبر. عندنا ثاني شوف شوف اللهم بارك، شوف شوف هذا المي واش غنقول هذا وهذا الشيء راه خفيف راه ماشي ثقيل ياك السي حسن. لا 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 بارد، التوب ديالو بارد وكيجي في لاكوب، اي كوب بغيتي تخدمي فيها كيجي فيها، وهذا ثاني كيضرب لا فابور كيجي نازله، هو كيشد لا فالور ديال القفطان. مي كنقولوا قفطان يعني كتلبسي قفطان بلدي، حيت التوب ديال القفطان نورمالمون كيخصو يكون شويه شاد في راسو. شو هذا ثاني لودو ديالو كي داير اخويا نور الدين، شو الظهر ديالو كي داير، شو اللهم بارك. بغات تخدمو هكا، بغات تخدمو هكا بلدي كتخدم بحال هكا، وكيجيك قفيطين من داك الشرف يا اخويا نور الدين. والخياطه راه كتقصي عليه والو، وبغات ديرو جلابه باغ اكزومبل ديال الحضور عاوتاني كتخدمو جلابه ديال الحضور، شو اللهم بارك. ترى بعدا هذا 400 درهم، هذا راه كادو، هذا راه كادو، راه كادو. شي حاجه جديده اش كيدير؟ الدجاج غلا وانت رخصتي ما فهمت والو. واش ناخذ نردي؟ انا شي نشجعو الشوف بالو الشاب هذا صاحبي، راه الزواج راه الناس راه مابقاش باغي يتزوجوا كاع. نشجعو ما كيخلاو ما هادشي، حنا خويا نحطو لكم في هادشي هذا دي توب ولكن الثمن يكون طاح. شو هذا هذا؟ اللهم بارك. اللون كيفاش داير؟ اللهم بارك. لا ملي كنوصل شي لون اللي كيكون كيما كنقولوا راه اللهم بارك، كاع الالوان ديالها واعرين، ها هما كاينين شي لون اللي كيكونوا جداد. بالنسبة للقفطان راه قفطان كما كنقولوا قفطان بلدي، تيكستور ديال القفطان ماشي تيكستور ديال شي حاجة أخرى غنديروها قفطان، هذا الخامة ديالو ديال القفطان. والثمن راه ب 500 400 درهم ياك، هذا باش والله إلا كنت كنت باغي في الأول نقول 500 درهم، حنا سيني رخفنا أنت دابا سبحان الله العظيم، باش تعرف الكليانت والله حتى كنا بغينا نقولوا 500. أصلا أنت نور الدين قال لك دير لي 400 درهم، على الآخر قلنا 400 درهم، قلت فيه سبحان الله سبحان الله العظيم. شو هذا كيف كتب لها شي حاجة تاخذها بالصحة والراحة،
واللي ما خداش تاخذ شي حاجه اخرى ان شاء الله. الفكره اللي ما خداش تاخذ فكره وتبقى عند القناه. المهم اقسم بالله شي حاجه مرحبا على الرسول، ماشي تفرجي باش تشري، تفرجي باش تنزلي وتاخذي الافكار وتاخذي الموديلات. صافي هذا الشيء اللي بغينا حنا، انا اللي ما شرا يتنزل واخا بعوينات. مرحبا شحال ثاني هذا كيداير النور هذا، واخا غير تشري وتخليها السحاسه انت تكون شي مناسبه، وحنا راه كنقول هذا الشيء موجود ثمن مناسب، حيت واحد المثال كيقول لك نهار ما كت يعني شي حاجه ما كتبغيهاش كتلقاها، نهار كتبغيها راه ما كتلقاهاش. ما تلقاهاش باش تقلب على قفطان بحال هكا بواحد كما كنقولوا هذا الثمن، هذا بهذا الثمن هذا 400 درهم لا واخا ما عرفت شنو هو، ولكن هذا احسن من 400 والله الا احسن من فلوسه هذا. فلوس. الله والله تحسن من فلوس 400 درهم ديها تخرجيها معاك والو، شري هذه شري هذه شري هذه صافي كانت هذا قفيطين غيبقى لك، والشكل ديالو راه ما كيديموضاش بالنسبه كما قلت لكم قبيله راه لاباس ديالو راه مخدوم بلدي شتي هذه ديال الاوريجينال ديال البروكار الاصلي، التكستور ديالو راه مخدوم يا خويا نور الدين راه فيها بحال الشكل ديال مبطن يعني الخامه ديالو خطيره واعره بزاف. انا دابا بحال دابا هذا نهز هذا ندير هذا اللون ديال هنا بالتنبات هنا بالاحزر ونخلي هذا تبطي يا سلام نخرج على المألوف اللهم بارك، ولا شي كيمونو شي جلابه حضاريه حتى هنا راه يتنبت هذا الجلاب زوق يتنبت السي حسن او ثاني كاين هذا ثاني اللهم بارك قالوا لي السكلون والثمن 8000 ريال لا غلا على المسكين 8000 ريال. وتا بالنسبه للوان اللي طايحين اخوان نور الدين الوانات من نقول لك حتى 6 سنين حتى كلشي كلشي يلبس كلشي يلبس هنا جميع الاعمار كلشي يلبس هذا ترى اخوان نور الدين هذا ثاني يا سلام يا سلام شوف لاريفاج ديال الوان لاريفاج ديال الوان هذا الفير واحد لو موف يا سلام واش هذا نور الدين نقول لك 400 درهم شوف نور الدين شوف 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 وجاب الله السلعه هذه ما طيحاش في يدين دوك الجزار عاوتاني سمعتيني دوك اللي ما كيرحموش كلها ثاني 1000 درهم انت اخويا نور الدين خصنا تكيسر الكليان ديالنا لا ما كاينش حنا البركه كلشي على البركه اخويا نور الدين البركه هي البركه قليله والله شوف غنبيعو حتى ب 1000 درهم وما فيهش البركه راه ما فيه والو لا اخويا نور الدين الله يجعل البركه شوف الوان على زواق السي حسن هادي ثاني دي الطوب ثاني شو اللهم بارك هذا شي تبطين في هذا دير شي كو غايب بحال هذا ولا دير بلو ولا هادي تبطين دير اي تبطين شو حتى لوطو ديالو كي داير اللهم بارك حتى شوف شوف الظهر ديالو شوف انا ملي كنقول الظهر شوف الظهر ديالو لا فطرت حنا ما عندناش كاع داك الشيء ملون عندنا الظهر مثلا بحال شو الزواقه كي داير شوف شوف شو الخامه ديال الظهر هذا غايجيك خدام داك الشيء رفيع انت ثاني هنايا باش تعرفي السلعه ديال برا والثمن الثمن ديال الهوته والله الا الثمن الثمن ما كاينش اخويا نور الدين والخياطه راه كيتخيط سامبل هادشي عا بصاله يتمونطا وتلبس وليسونسيل فهاد الشيء كامل كتعطيك فيه بصاله بلديه يعني هذا كتاخدي ملي كتلبسي كتلبسي شي حاجه صالة بلدية وما مزموتش ليسونسي في هادشي كامل راه ما مزموتش راه كاين دي فاتيك سيغ كتكون لاجي بزاف ولكن كلها بوليستر كاين هذا ثاني شو يا سلام على الوين اخا نور الدين هات 8000 ريال ب 400 درهم غتزيدي شي حاجة غيجيك 500 درهم وغتلبسي لبسة ولا قفطان مبطن ولا جلابة دو بياس ولا كيمونو مبطن بزاف 500 درهم ولا 600 درهم 500 درهم 500 درهم حنا كنراعيو اخويا نور الدين الظروف كنراعيو الكل شيء وحتى كاين اللي شتيها ثاني في الشراء جا ثاني غوز فاني كيقولوا لي غوز بومبو دا كيقول لي واحد غوز بومبو هذا غوز بومبو هذا كيقول داك البومبو مخلط غوز راه يبيع غوز بومبو عرفتي داك البومبو داك الفاني اللي كان ضاير هذا هو اللون ديالو كيقول لي بومبو هذا حيت حنا ناكل واحد وكيفاش اللون هذا ما عرفت كيفاش كيسميه كيقول لك غوز راه يبيع غوز بومبو كتقول لك داك الغوز ديال الباربا وهي ما عرفت حامضه المهم في نهايه لحباباتنا هذا جبنا عليكم قفطان متول جلابه متوله كيمونو بغيت ديري لبسه بغيت ديري كيما بغيتي العبار راه 3 متر التكستور ديالو راه زوينه والثمن راه ب 400 درهم نظرا للظروف راك حنا عارفين حيت من راسنا وجبدوا كل شيء وهذا جدنا عليكم واتواب جي جي ديما راه ديما كترحب بكم وكما العاده نذكركم بالعنوان شارع افغانستان حي الحسني رقم ما حاش حدا دابا 50 ولا 51 جوج 50 51 51 حدا محل اصحاب الورد ومرحبا بكم ونهاركم مبارك مسعود السلام عليكم صباحكم مبروك.